تعال بقى نشوف المسألة دي. دول لي 6 و5 ايه؟ زائد كام؟ زي ما اتفقنا كسر زائد كسر، يبقى انا هجمع الكسر مع الكسر. اعرف اجمعهم؟ لا. لا ليه؟ عشان المقامات مالها مش متساوية، يعني القصور مش من نفس النقط. يبقى اقوم عامل ايه؟ واخد كسر مكان الكسر اللي عندي، يبقى مكان الخمس اتباع شد شرط كسر جنبه على صح ولا لا؟ جنبه. يبقى حطه جنبه على طول. زائد كسر مكان الكسر بيساوي. دي على صحيح؟ لا. يبقى هو قايل ايه؟ بيساوي. هبدا اعمل بقى ايه؟ هبدا اعمل ايه؟ واحد المقامات. دكتور عبد السلام، واحد المقامات بكام؟ ها؟ ب 14. احسنت. طب انا مش عارف هروح لمين؟ للمقام الكبير يعرف. مين المقام الكبير؟ السبعة. ده بقى ايه؟ بنسمع على الاثنين؟ لا. اقوم عامل ايه في السبعة؟ ضاربها بكام؟ على جنب كده اهو. تديني كام؟ 14. ال 14 تبقى لسه على السبعة؟ اه. تبقى لسه على الاثنين؟ اه. واحد بكام؟ 14. تمام كده. عايز بقى اجيب البسط. دكتور براء جيب لي البسط الاولاني. البسط؟ تمام. اه على طول بقى انا رايح اجيب البسط الجديد، يبقى بضرب بسط مقام كده. اشوف المقام ده ضرب في كام عشان يديني المقام الجديد؟ اقوم عامل في البسط. اه السبعة فعلا ضرب في 2 عشان يدينا 14، يبقى اعمل ايه بقى؟ اطلع اضرب 5 بقى في 2 بايه؟ ب 10. خلصنا من ده وخلصنا من ده، 10 ليها دعوة بده بقى. مش انا ضربته عشان يديني ده؟ اه. 10 ليها دعوة بده بقى. خد عليه خط كده عشان ما 10 ليها دعوة بيه. اشوف ده بقى. الضرب بسط وايه ومقام. الاثنين ضرب في كام عشان تديني 14؟ 7. يبقى المقام ده ضرب في 7، يبقى اعمل ايه فوق؟ اضرب في 7. 1 في 7؟ 7. اقدر اجمع دلوقتي ولا ما اقدرش؟ اقدر اجمع. يبقى كسر زائد كسر يديني ايه؟ كسر. اعمل ايه في المقام؟ المقام زي ما هو. واعمل ايه في البسط؟ 10 زائد 7؟ 17. تمام كده؟ هننسى فين العدد الصحيح؟ يا دكتور محمد هشام هننسى العدد الصحيح؟ لا. لا العدد الصحيح كام؟ 6. يبقى انا هقول هنا بقى 6 زائد مفيش. 6. تمام؟ لا لسه. دكتور محمد هشام انا الاول ادور في عامل مشترك اقسم عليه ولا لا؟ اللي عرفني ان مفيش عامل مشترك. احلله. تعالى نحلل ال 17. ال 17 اعملها كام في كام؟ مفيش، لان ال 17 اصلا ايه؟ اول. يبقى هو قافل عليها بدايه خلاص. نحلل بقى ال 14 كام في كام؟ الاثنين اولي اقفل عليها، السبعه اولي اقفل عليها، في عامل مشترك ما بينهم؟ لا. يبقى ده اقصد ايه؟ سور. يعني ما فيش عامل مشترك ما بينهم، بس فاضل ايه؟ تك. ايه هي التكه؟ الفصل كاتب على نفس المقام. يبقى راح احوله بقى لايه؟ لعدد صحيح وكاس. اتفضل يا دكتور يوسف جاوب. بتاع اعمل يساوي. احسنت. شرط الكسر والمقام برافو عليك ما يتغير. فانت تضرب 6 في 14، يعني انت هترفع العدد صحيح؟ لا، يعني انت هتحول ده كله لصورة كسر. ده احنا عايزين نحول الكسر اللي عندي ده والكسر اللي عندي ده فعلي ولا غير فعلي؟ اللي غير فعلي عايزين نعمله العدد الصحيح. وايه؟ كسر. تاخد بقى العدد الصحيح انت ترفعه؟ طب لما ترفعه ما انت هتحوله لايه؟ لكسر غير ايه؟ فعل. يبقى انا استفدت حاجه؟ ما انا اوصلها اعمله كسر غير فعل، هرجع اوصله تاني ايه؟ اعمله عصح وايه؟ وكسر. يبقى ليه بقى؟ يبقى انا اسيب العصح زي ما هو. ده انا ده الكسر ده كسر غير فعل. يعني الكسر ده فيه عدد صح وايه؟ وكسر. هطلع انا منه العدد الصح اللي فيه وازوده على مين؟ على العدد الصح اللي عندي. خلاص؟
واكتب الكسر اللي فاضل. هنعملها ازاي بقى زي ما عملنا المساله اللي فاتت؟ هنقص 17 واحد. يبقى هبدا اقسم 17 على كام؟ على 14. 17 على 14 تقبل؟ لا. ممكن واحد يعملها باسم ايه؟ مطوله. حاسس ان هو باسم على العدد المكون من رقمين يروح يقسمها اسم ايه؟ مطوله. خلاص اروح اقسمها اسم مطوله. تعال 17 على 14 وادي العمود الايه؟ التجريبي في 14. ها نقسم واحده واحده. واحده على 14 ما ينفعش احجز مكانها بايه؟ واخد بقى السبعه بقت كام؟ 17 على 14. كله ركز معايا اجرب بقى. 1 في 14 14. لسه ايه؟ صغيره. اخد مين؟ 2 في 4 8 و 2 في 1 2 8 و ايه؟ 20. اسمع اخد اللاب. ها يمين مين بقى؟ مين اللي على اليمين؟ الواحد احطه فوق والشمال تحت كام؟ 14. والنقص 7 ناقص 4 3. 1 ناقص 1 0. ها خلصنا. ما فيش عدد انزله يبقى كده انتهت الايه؟ انزل. يبقى بعد الطرح تنزيل ما فيش عدد انزله يبقى خلصنا الاسم. اقوم عامل ايه؟ طالما في باقي عندي اعمله ايه؟ في كسر. وهنعمل المقام تمام نفس المقام 14 وفوق 1 وفوق ايه؟ 3 فوق 1 3 الباقي اللي عندي ايه؟ 3. اعمل ايه بقى؟ اكتب هنا ايه بقى؟ 3. هكتب هنا في الايه؟ هنا 3؟ لا في الباص ايه؟ 3 بس. والواحد عند العدد الصحيح. هي دي الحته اللي انت كنت سرحان فيها. والدكتور فارس كان سرحان فيها برضه، اتفضل يا دكتور فارس. شفت الجزء اللي انت كنت صاحي فيه حليته 100 100. حته بقى التكه اللي هي اهم حاجه سرحت فيها قامت وقع منك انت والدكتور فارس. ده اللي عارف ارفع ايده كده. تعالى يا دكتور فارس. 17 على 14 17 على 14 17 على 14 زميلك قسمها خلاص وحولها لعدد صحيح وايه؟ وكسر. والكسر ده بقى فعلي ولا مش فعلي؟ فعلي ولا مش فعلي؟ فعلي. فعلي لان الباص اصغر من ايه؟ من المقام. هي فاضل تكه صغيره. ايوه في عدد اولي؟ لا. بعدين في عدد صحيح كان موجود عندي هنا بسناد. يبقى العدد صحيح كان عارفين عندي عدد ايه؟ صحيح. وانا مطلع واحد صحيح من هنا صح؟ يبقى ده اهو مطلع لي ايه؟ 1 و3 على 14. كتبت انا الكسر 3 على 14. الواحد صحيح اللي طالع لي ده بقى ازوده على مين؟ على الستة اللي عندي. يبقى الواحد صحيح زوده على ايه؟ على الستة اللي عندي. يبقى كام؟ سبعة. سبعة. وكاتب ايه؟ سبعة. تمام يا دكتور؟ عرفنا الحتة الإنسانة دي؟ يبقى طالما في هنا عدد صحيح وهنا هيطلع لي عدد صحيح أو من العدد الصحيح اللي يطلع لي أزود على العدد الصحيح ده وأكتبه. ها في حد عنده مشكلة؟ لا. تعالى كده مع زميلك. هي هنا طلع لي 6 و17 على ايه؟ 14. لاحظنا ان الكسر ده كسر غير ايه؟ فعل. غير فعل. يعني ايه؟ يعني في عدد صحيح وايه؟ انا بقى عايز اطلع العدد الصحيح والايه؟ والكسر. ما سيبش كده الباص تكلم على نفس الايه؟ المقام لانه اكبر منه. فقمت واخد ال 17 على 14 قاسمها هنا 17 على 14. طلعت لي 1 و3 على ايه؟ 14. فاهم انت مساله الاسم صح؟ تمام. الواحد و3 على 14 خدت 3 على 14 حطها زي ما هي. لكن الواحد الصحيح ده مش كان عندي عدد صحيح؟ يبقى هو عامل ايه؟ ازود عليه 1 زي 6 يبقى كام؟ 7. كده 7. تمام يا دكتور يوسف؟ تمام. في حد عنده مشكله؟ لا. ناخد مسائل؟ تعال نحل ايه المساله دي؟ اوجد ناتج كل من ماجد في ابسط صوره. اظن المسائل دي بقت سهله خلاص. هنا مفيش كسر زائد الخمسين يبقى ايه؟ خمسين. لان انا بجمع الكسور مع الكسور. طب مفيش كسر هنا وهنا كسر بس يبقى ايه؟ خمسين.
العصا ايه؟ ما العصا هي 6 زائد 5 12. خلصت. محتاجه تبسيط دي؟ لا. لاحظ ان البسط والمقام هنا اعداد ايه؟ اوليه. والكسر اللي عندي كسر فعل. يعني بسط اصغر من ايه؟ من مقام. يبقى كده خلصت الايه؟ المساله. تعال نشوف المساله الثانيه. هنا ثلاث اثمان، في كسر هنا؟ لا. يبقى ثلاث اثمان زائد ما فيش يبقى ايه؟ ثلاث اثمان. وهنا ما مش عدد صحيح زائد الاربعه صحيح، يبقى كام؟ اربعه صحيح. ثلاث اربعه وثلاث اثمان. ثلاث اثمان دي اصل الصوره ولا مش اصل الصوره؟ اصل الصوره. برضه فيها عدد اول اهو، هجرب اقسم عليه. هجرب اقسم على الثلاثه. ثمانيه تبقى تسعه على الثلاثه؟ لا. لا، يبقى ابسط ايه؟ صور. وفي نفس الوقت الكسر اللي عندي كسر ايه؟ فعل. يعني بسطه اصغر من مقام. معايا؟ تعال نشوف دي بقى. يقول لي كسر زي الكسر، اعرف اجمعهم؟ اعرف؟ لا. هما مقامات متساويه؟ يبقى انا اعمل ايه؟ هجيب كسور جديد تساوي الكسور اللي عندي بس مقاماتها ايه؟ متساويه. يبقى مكان الكسر ده احط كسر جنبه مين؟ في ناس لسه العدد الصحيح. وبعدين ايه؟ زائد. ها؟ كسر مكان الايه؟ بيساوي ثلاث اثمان. وجنبه العدد الصحيح. بيساوي. ايه المقام اللي اوحد بيه بقى؟ ها؟ دكتور يوسف؟ 48. دكتور يوسف عمل ايه؟ هو جاب صح؟ ضرب 6 في 8 اداله 48، يبقى ال 48 يبقى نسمع على 6 ويبقى نسمع على ايه؟ على 8. وقام موحد بيه صح؟ بس في ابسط منه. 24. عشان نوصل للايه؟ لابسط مقام يبقى القسمه بروح لمين؟ بروح لمين؟ للمقام الكبير. يبقى اروح انا للمقام الايه؟ الكبير. مين المقام الكبير عندي؟ ستة؟ التمانية. اسأل التمانية بقى تقبل اسأل ستة؟ لا. أقوم واخد المقام الكبير تمانية ده وضرب بكام؟ تمانية في اتنين بإيه؟ 16. تقبل اسأل ستة؟ أقوم واخد المقام الكبير تاني تمانية وضربه في كام؟ بكام؟ 24. 24 ده يبقى اسأل ستة؟ ويبقى اسأل تمانية؟ يبقى واحد بال 24. طب يا استاذ اللي واحد ب 48 صح؟ بس في النهايه احتاج منه تبسيط كتير. معايا؟ تعالى بقى. عايز انا اجيب البسط اشوف اللي حصل ايه للمقام ده عشان يديني الايه المقام ده. مش الكسر الاولاني ده بيساوي الكسر الاولاني هنا؟ يبقى اشوف انا ضربت في كام؟ 6 في كام تديني 24؟ 4. يبقى اضرب 5 في 4؟ 20. تعالى هنا ده مع ده. شوف الثمانية اتضربت في ايه؟ في كام عشان تديني 24؟ 3. بضرب الايه؟ 3 في 3 بكام؟ 9. بقت المقامات متساوية ولا لا؟ متساوية. وبقدر اجمع الكسر ده زي الكسر ده ولا ما اقدرش؟ اه. يبقى كسر زي الكسر يديني كسر. المقام كام؟ 24. 24. كمل يا دكتور عمر القبلاوي. تعالى. حطينا المقام زي ما هو. اجمع بقى البسط 20 زائد 9 يديني 29. ونجمع العدد الصحيح بقى 2 زائد كام؟ 3 يديني 5. اللي عندي ده نفس الصوره؟ لا. لا. ليه بقى؟ بيتكلم هو. ده كسر غير ايه؟ فعل. يبقى حوله لايه؟ لعدد صحيح وكسر فعل. معايا؟ حوله ازاي بقى؟ تساوي شرطة ايه؟ كسر واقسم 29 على 24. يعني اسمها بقسمة مطولة يعني اسمها اسم ايه؟ عادية. طالما بقسم على رقمين يبقى بقسمها اسم ايه؟ مطول. اهو 29 على ايه؟ 24. في كام؟ 24. اتفضل. 2 على 24 ما ينفعش. احط ايه فعل ايه؟ الصفر. اخد ال 29. اجرب في العمود الايه؟ التجريبي.
ضرب 1 في 24 ب 24 2 في 4 8 2 في 2 ب 4 عدنا ناخد اللي قبله حط الواحد فوق وال 24 تحت والنقص 9 ناقص 4 5 2 ناقص 2 0 اعمل شرط بقى كسر فوق المقام اللي عندي اهو نفس المقام اللي ايه اللي هحطه 24 الباقي ده بقى هو اللي هنحطه في البسط مش حد يروح ياخد الواحد ده ويحطه في البسط الباقي ده هو اللي هنحط فين في البسط وعايزين نكتب هنا بقى احط على السهو واحد هنحطه 6 ليه؟ عشان هنزود على 5 انا هنا هحط واحد صحيح بس كان عندي عدد صحيح موجود اهو 5 يبقى زود عليه بقى كام؟ 6 ما تنساش دي ها؟ والمقام 24 بقى زي ما هو وفي البسط ايه؟ 5 في ناس بقى كانت موحله بال 8 وايه؟ و40 جت نقوم طلعنا اهو مكان اهو أما تطلع 5 و 58 على 8 وإيه؟ و40 وقامت قايلة بيساوي عملت كده 48 وقامت إيه؟ قاسمة بقى 58 على 8 وإيه؟ و40 ده تلاقي بقى إيه؟ 1 في 48 ب 48 وطرحت 8 ناقص 8 إيه؟ 0 5 ناقص 4 كام؟ 1 بقى لي كام؟ 10 قامت عاملة كسر حطت المقام هنا إيه؟ 48 وبدل ما يكتب 10 كده فوق كام؟ 1 مش هو انت بتكتب الباقي؟ يبقى تكتب فوق كام؟ 10 طلع له ايه؟ هنا 10 على 8 وايه؟ و40 وخد الواحد زوده على 5 يبقى ايه؟ 6 بس دي محتاجه تبسيط ولا لا؟ هنا دلوقتي في ده كان ظهر الخمسة عدد ايه؟ اول نقسم عليه طالما ظهر العدد الاول اقسم ايه؟ عليه فاقسم بقى على العدد الاول 24 دي يبقى 9 على 5 24 يبقى نقسم على 5؟ لا يبقى انا عندي عدد اولي قسمت ايه؟ عليه ما قبلش نقسم عليه يبقى الكسر اللي عندي في ابسط ايه؟ صورة يبقى ده طلع لي في ابسط ايه؟ صورة كسر فعل اهو بسط اصغر من المقام ومفيش عامل مشترك ايه؟ ما بينه اشوف ده بقى كسر فعل بسط اصغر من ايه؟ من المقام بس اقدر اقسم ولا ما اقدرش؟ اقسم على الكام؟ على الاثنين أو مايل بقى بيساوي شرط الكسر والعدد الصحيح كام؟ 6 واقسم بقى على 12 على 2 فيها؟ 5 و 48 على 2 4 على 2 فيها 2 و 8 على 2 فيها ايه؟ ال 4 تديني نفس ده ولا لا؟ نفس في حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ يلا